تعادل يا رب. الكرة في المرمى والعودة اكتملت الآن من تأخر بثلاثية لتعديل الكفة في سيناريو درامي مستحيل ما يحدث. يحاول أن يشكل خطورة هاكان أوغلو، فرصة للتقدم في المباراة، تقدم قد يأتي في هذه اللحظات إذا استغلوا الضربة الركنية. وصلت إلى أليخاندرو غارناتشو، الخطورة تتواصل، الله على استخلاص الكرة. أوهو حققوها، اكتملت العودة، قلب الطاولة، أي جرينتا، من كان يتوقع كل هذا من بعيد؟ لكنهم عادوا من بعيد. عرضية تلعب لكن بعيدة في الناحية الأخرى. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. ولا مع مياها، تدخل ممتاز يبعد الخطورة. والآن ضغط هجومي من جانب فريق كينغز، فرصة أمام المرمى، الله على التصدي القوي. ضاعت الكرة هنا، يجب تسريع الهجوم المرتد الآن. كان ممكن استغلال الهجوم المرتد بشكل أفضل في هذه الفرصة. وصلت إلى ديباي، بلوك خيالي هنا، يستعيدون الكرة بتدخل سليم. الآن 10 دقائق فقط تصلنا عن نهاية اللقاء. ميهام، كرة من مسافة بعيدة سهلة جدا على حارس المرمى. بينية جميلة من بوشكاش، يتمكن الحارس من إيقاف تسديدها. المدرب إذن قرر أن يغير في هذه اللحظات. كرة طويلة في العمق، مستحيل عادوا. في وقت لا يعود فيه إلا الكبار، لم يرفعوا الراية البيضاء، بالروح المباراة ما تروح. ضروري جدا الآن الهدوء وعدم التسرع، الفوز مهم لكن التسرع لن يفيد في هذه المحاولة. أوهو رأسية كانت قوية، كانت في طريقها للمرمى، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. مستحيل يسجلون هدف التقدم في وقت قاتل، لا مجال للتعويض، انتهى كل شيء، هذا هو هدف الفوز. فرصة أخيرة قد تكون للعودة في النتيجة وتعويض فارق الهدف في آخر اللحظات. محاولة تنتهي سهلة لحارس المرمى. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. ديباي، ويرسل التسديدة، الله.